عمي حسن. أهلين حكمان. أهلين فيك. والله منيح اللي اجيت، ابني مرضان وما عندي حدا هون بالمحل. معفى إن شاء الله، لكن أنا رح ساعدك. ومثل ما حكينا بحاسبك كل يوم بس تخلص. طيب ماشي عمي. حكمات، شلون رح تقدر تشتغل طول الليل وتروح على المدرسة الصباح؟ لا تاكل همي، أنا بقدر أدبر حالي. إيه أنت أدرى، يلا لكان فوت بلش الشغل. Omuzunda hayatın yükü yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe. Nerede biz bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Kalamadın mı? Yanımda kalamadın, elimi tutmadın bu gece sen de. İyi? خير شو مفيقك بكير هيك؟ لأنه مبارح نايم بكير فما قدرت نام أكتر. ايه عال اعود لنشرب الشاي أنا وياك. ماشي. ليك حكمات؟ ايه؟ طالما فايق بكير شو رأيك تنط على الفرن تجيب لنا خبز تازة؟ ايه مو تكرم عينيك، أصلا ما ضل عندي وقت للنوم. ليكو من هلأ ها؟ ما حدا فيكن بيتشاقى وبيوسخ ثيابه من هون لنرجع على البيت فهماني؟ ماشي اختي، بس ليش بدك كلنا نروح على المدرسة؟ لأنه ضروري المدير يشوف إنه نحن عائلة حلوة ونوقف جنب بعض دائما. عائلة حلوة؟ ايه شبك؟ لميس؟ ها؟ بس أنا ما بقدر. ما فيك تروح؟ ما في حدا غيري بالمحل. إيه شو كاين المحل لحدا من أهلك؟ إيه مثل ما بدك. طلعوا فيني. اليوم رح نكون إيد وحدة لنعوض غياب أبونا عن الاجتماع ماشي؟ فيكو شبك ليش مزعوج؟ طمن رح تنحل؟ إيه أكيد رح تنحل، بس كيف؟ ما بعرف كيف. يلا. يا حلو. تعال عندي. وقفوا شوي. هلا بس نفوت لجوا بتعدوا بكل ادب ماشي؟ ماشي مثل ما بدك. ايه يلا حبيبي تعالوا. يلا بسم الله. مرحبا حضرة المدير، نحن اجينا اليوم مشان نحكي بخصوص موضوع مشكلة فكرة. ماشي بس ما بيصير هيك، طلعوا الاولاد خليهم يستنوا برا، انت واحمد بس خليكم عندي. ماشي اطلعوا يلا. تفضلوا اقعدوا. اهدي هاتي لشوف. احكي لي يا لميس وين ابوك؟ بابا برات البلد. انا من لما صرت مدير كتار اللي من عيلتكم تعلموا عنا بالمدرسه،
ولا مرة شفت أبوكي بمكتبي. يا لميس، أنا المرة الماضية شو خبرتك؟ بس يا حضرة المدير، كمان نحن منكون أولياء أمره لفترة. طبعا، وعلى طول منتابعه ومنهتم فيه. ايه بعرف بعرف، بس هلأ في شيء مهم، فكرة رح يقلعوه من المدرسة، وبهالحالة في إجراءات إدارية مع الوزارة، ولازم أحكي مع ولي أمره. أيه يعني أبوه أو أمه. لو سمحت حضرة المدير، يعني عن جد فكرة بيحبها كتير لمدرسته. بيحبها معلوم، لأنه كل الضحايا تبعه موجودين فيها. رصوت رفقاته الموجودين بالمدرسة. من حقك تفتخر ببنتك، لأنها بنت كتير شاطرة ومحبوبة من كل رفقاتها. حتى علاماتها بالفترة الأخيرة عم بتحسنوا، مهجة في عندها مستقبل كتير ممتاز. بنت أبوها طبعا، والحمد لله فيك تعتبري إنه أنا والدتها عم نجني هلأ سمنة الأوقات الصعبة اللي تعبنا فيها بطفولتها. ما كانت تغيب عن عيوننا أبدا، ما نتركها لوحدة نهائيا، وحتى لما يجي وقت نومك كنا يا أنا يا أما ناخد أي كتاب بإيدنا ونروح فورا نقرأ لها لتغمض عيونها وتقدر تنام. برافو، يا ريت كل الآباء يهتموا بولادهم مثلك. يا ريت. يا ريت تعرفنا على حضرتك من قبل. يا ريت يا ريت. ليك يا بنتي، بغياب ولي الأمر المباشر فأنا مجبور اتدخل. أنا مضطر خبر وزارة التعليم لتبعت حدا من عنده يهتم بفكرة، لأنه أخوكي وضعه ما بيطمن. إيه بس يا حضرة المدير، أنا مو بس أخته لفكرة، أنا مثل أمه كمان، وعم قوم بدور الأب والأم والأخت. يعني إذا حضرتك خبرت الوزارة رح ياخدوا فكرة منا. بترجاك لا تخبره. لا تواخذيني، غير هيك ما فيني أعمل شيء. تفضل. ما تواخذيني حبيبتي، انشغلت بالاجتماع وتأخرت عليكي. كيفك أحمد، منيح؟ منيح. مرحبا حضرة المدير. يا أهلي، أنا بدر خطيب لميس. أهلا وسهلا. شو خبرتي؟ ميشان وصاية الأولاد رح تصير معنا. استاذي نحن عرسنا قرب كتير، وحضرتك أول المدعوين أكيد. الدعوة شغالة وناويين نعمل إجراءات نقل الوصاية بعد كتب الكتاب. فعلا حضرة المدير، يعني ما في داعي تتصل بالوزارة، تعرف نحن عن قريب رح نتزوج ومشكلة الوصاية أكيد رح تنحل. فات الأوان، مستحيل هالشي. وخصوصي بالرياضيات مستواها كتير تقدم. هي نتيجة الدروس المسائية تبعي. والله جد؟ ليش حضرتك خريج شو؟ ما كتير مهم هالموضوع، المهم هلأ مستقبل أولادنا، المهم مستواهن وكيف عم يتحسن. هدول هنن أملنا، هنن مستقبل البلد. ايه يعني شوفي شوارع بلدنا بتلاقي فيها أولاد كتير ضايعة ومو عارفة شو تعمل. ليش؟ لأنه أهلهم عن يمين المسؤولية وعم يتركوا أولادهم يواجهوا هالمصير البشع، وهنن ما بيعرفوا شي لسه بالحياة. عن جد شي بيحزن كتير وبيحرق القلب، مو هيك بنتي؟ اسمعي، لازم نتصرف يا لميس، لازم بيقرب وقت يجي حدا من الوزارة ويهتم بأخوك فكرة. مو المفروض يكون في موجهة نفسية؟ آخر مرة كان فيها عند الموجهة النفسية أخذ الشنتية تبعه وحطلها فيها فار ميت. الموجهة ما بدها تشوفه. طيب حضرة المدير، بس عطينا شوية وقت كمان. لميس بكفي. واو 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 واو، مو هذا فريق فنر بهج اللي فاز بالبطولة سنة 47؟ وهذا اللاعب اللي بالنص الأسطورة ليفتر؟ بعتذر، أنا عندي هوس بفريق فنر بهجة، لا تواخذوني، أنتوا كملوا كلامكم. عكلين، بعد ما أتواصل مع الوزارة ببقى بخبركم شو بيصير. تتذكر هدفه التاريخي على كوريا بالدقيقة 45؟ ليش هالهدف بينتسى؟ هدف عظيم. قميصه بالمباراة موجود عندي. عم تحكي جد؟ إيه، أنا أبي وجدي بيعشقوا فريق فنر بهجة، وصحيح ما تركولي كتير أملاك، بس تركولي ثروة كتير بحبها. قميص هاللاعب الأسطورة بهديك اللعبة. وموقع عليه. موقع عليه كمان؟ ايه. في مجال نحكي 5 دقائق على انفراد؟ طبعا، تفضلوا. حبيبتي انطروني برا شوي وبشي.
ايه حضرة المدير؟ شو لابسة؟ شو حالك؟ ما بعرف، رح نستنى. شو قلتك بيعملها؟ واضح بيعملها. بهي المباراة كنت موجود بالملعب. آخ على هالحظ تبعي، بس يا ريت بترجع هديك الأيام، ما كنت رح فوت ولا لعبة والله. وأنت عم تحكي هلأ أستاذ، ذكرني بريحة ملعب فنربهجي اللي كتير مشتقلة، من زمان ما زرت هالملعب. المرحوم ليفتر لاعب ما بيتكرر. أي والله مزبوط. حضرة المدير، أنا كنت عم فكر أتبرع لشي مؤسسة خيرية بالقميص تبعه، وعم فكر إنه أعطي هاد القميص لحدا بيستحق إنه يحمل هيك أمانة، حدا بيحب هالفريق العظيم مثلي وأكتر. والله ما بعرف. شكرا كثير حضرة المدير، سلام. شو صار؟ ولا شي وافا. يعني ما راح يخبر الوزارة، وهي آخر مرة، فهمت فيكو؟ ايه الحل. شكرا كثير. سمعت شو قال؟ هي آخر مرة. مش الحال يا أزعر، معلق ما بتستاهل. بالمناسبة صرنا مجبورين نتزوج لأنه مستقبل الأولاد بخطر. كرمال الأولاد يعني. طبعا. شفت وهي نفدت منها. كيف مرعوبة. عزبناكي معنا، شكرا لإلك. لا العفو، وتشرفت بمعرفتك. عفوا أعطيني الطريق. الصراحة من زمان ما قابلت ولي أمر واعي مثلك. الله يخليك، نحن عم نحاول بس نكون قد ثقة أولادنا فينا. بابا. بالسلامة أستاذ فكري. علين، شو عم تسوي هون؟ شو صار؟ طردوا لأخوكي ولا انحلت؟ حلينا. شفت كيف ما قلت لك؟ اصلا ما حدا رح يطردك، وكل القصة تهديد مو اكتر. لك حلك تخفف حركات الزعرنة تبعك. هاي انت كمان جاي لهون؟ هي يلا طالما ما عدتوا بحاجتي فانا لازم اروح. يلا سلام، بشوفكن. ولا يهمك حبيبي، المهم انه مشي الحال. يلا لبس. احمد تعال. اوف، واخيرا. منيح اللي مرقت على خير. فكري ولي أكلناها. وقف ولاد، فكر مرة احنا كمساك. يا رب دخيلك. ايه تعال هون يا ندل. اسمع منيح ولك جبان، اذا ما بتجيب ال200,000 ليرة بكره والسياره اعتبر حالك ميت. يا زلمه من وين بدي اجيب لكم بيوم واحد كل هالمصاري؟ هذا مو شغلي، اذا بدك روح بيع حالك، معك وقت بس لبكره المساء. اذا جبت المصاري خير، واذا ما جبت المصاري. ايه ماشي اخي ماشي، خلص روح. حسين ومصطفى ما بيضيع حقهم يا ندل. هلا رح تتبهدل رسمي، من وين رح اجيب لهم كل هالمصاري وبيوم واحد؟ يا الله. خلوكن على جنب الطريق. شو قلت له للمدير لحتى غير رايه؟ ليش هيك عابس؟ المفروض انك حبيت اني استغله، ما عملت شيء. انا عم بتفاجئ فيك كل يوم اكثر من اللي قبله. مزبوط، ما خبروك؟ كتب كتاب تولاي اليوم المساء. كيف يعني؟ مو قلتي لي مرتضى متزوج؟ اي رح يعملوه شكل، يعني تمثيل مو اكتر، بس قدام امه لتولاي. عن جد هيك؟ اي ممتاز. وانا رايح اليوم. خير، تولاي عزمتني. طيب منروح مع بعض لك.
قصدك انه نروح سوا؟ ايه مع بعض. شو طالعه حلوه جملت مع بعض منك. بس لا تتفائل كثير بالموضوع، ما فينا نكون قراب بالسهره لانه الجيران ما بيرحموا حدا. مو مشكله ولا يهمك. طيب انا لازم روح هلا. لوين؟ دقولي من شركه جديده وبدهم مقابله، اخذت لهم الملفات والسي في تبعي. اه حلو كثير، ليش ما خبرتني؟ عندك مقابله معهم هلا؟ ايه هلا. طيب بالتوفيق. ماشي، معناته اليوم المساء بشوفك. ماشي يلا بشوفك. لميس؟ ايه؟ خلص لا ما في شيء مهم، كنت حابب اني اقول لك شغله بس حسيتها رح تطلع بايخه كثير، انسي. يلا المساء بشوفك. طيب سلام. سلام. شوفك. شو عم يعمل هذا هون؟ بدر. خير جميل، في شي؟ وين كنت اليوم؟ عند لميس ما هي؟ شو يعني جريمة؟ انت ولميس ما بتقربوا بعض، وبعرف انه في شي بيناتكم واخترعت هي الكذبة لتعمل تمويه على القصة. تمام، ومطلوب مني هلا برر لك الموقف؟ وبعرف شغلات تانية اهم كمان، مثل فوتك وطلعتك على الحارة كل يوم بنص الليل والحرامية اللي مرافقهم فيها. ما فهمت انت شو بتقصد؟ شو ما سمعت بقصة جابر؟ ليكو ملحوش بالحبس، عرفت انه اخر فترة كنتوا مع بعض على طول. جابر مبلا، اي بعرفه. يعني رح تحبس كل حدا بيعرف جابر؟ اي بهنيك على هالاسلوب. رح اكشف كل ألعيبك الوسخة بهذا الاسلوب، وعن قريب كتير كل العالم رح تعرفك على حقيقتك، ولميس رح تشوف وشك الحقيقي. بتشوف. طيب ماشي، في عندي شغل هلا. فيك تمشي. طيب يلا بالتوفيق. كيف يعني؟ شو معنى هالحكي؟ والله المرحوم ابي ترك لي هي الساعة ذكرى، هي تحفة الله وكيلك. مسك. ايه تحفة شو هي؟ هي تنك يا زلمة. تنك؟ مو معقول، شو يعني تنك؟ والله جد؟ مو خبري، الله يسامحك على العملة يا أبي. لك معقول الواحد يضحك على أولاده كمان؟ طيب شو بتسوى معك على وضعه؟ يا دوب 500. شو 500؟ مو لهالدرجة، والله هي سرقة. إذا ما عجبك الله معك. طيب طيب، يلا خذ. خذ. أعطيني إياه عن حديد بس. خير يا عبد الكريم. لك كيف عرفتني انت؟ والله ريحتك من راس الشارع وصلتني. ايه اللي كيف شغل الشحاده معك؟ يعني لساتهم الناس هون بيحبوا يعملوا الخير؟ اخ ايم ايدك شبك العمى بقلبك، يعني اذا اعطيت رفيقك شويه مصاري بايام الصعبه شو فيها بتموت؟ روح من هون، روح من وشي. قص ايدي اذا كنت اعمى، والله نظرك احسن مني. ما ضل قدامي حل تاني هالمرة، يا ربي سامحني. ارفع ايدك، هاتي كل شي معك ولا بوصك. شبك فكري شو جنات يعني؟ أنا ماني فكري، هاتي كل المصاري اللي معي. لك يا ابني شو هالمسخرة هاي؟ شيل هالشرابات عن راسك. خلي نوري مشان الله عطيني مصاري. ما فشرت عينك، زيح من وشي ولا.
والله لا يقتلوني هالمرة. يا ربي شو كان بدي بهالعلقة الوسخة؟ ليش عملت هيك؟ خلص هالمرة راحت علي. لكن عامل لي فيها شاطر وبدك تضحك على رجال العصابات؟ تلقى يا فكري، لقلك هي آخر أيامك بهالحياة السعيدة. أوب فكري أخي اشتري لي قنينة بيرة. لك خلص جنيد، حل عني يا مصايبي لفوق راسي وانت البيرة شاغلتك. خير أخي فكري، شو الموضوع؟ بدني يقتلوا أخوك يا جنيد. أخ مين؟ بدي أخذ شفة. هدول شلة زهران من غير مدينة، اشتغلت معهم مرة. لك أنا الأهبل، شو اللي خلاني اشتغل معهم؟ نصبوا عليك بالمصاري يعني؟ لا والله أنا اللي نصبت عليهم، بس هالمرة ما في مزح أبدا. خلاص ليك جنيد، شو رأيك اجي عيش هون معك على هذا المقعد اللي جنبك؟ بحط علي بطانية مثل هاي لفوق راسي. ها قلتك ممكن يحلوا عني ويتركوني بحالي. والله ما منصحك، محسوبك عاش كل هالبهدلة لأنه جربت أهرب منهم وأنفذ بحياتي. إياك من مين هربان ولا؟ هربان من مرتي. هاي مو مشكلة. من الشغل تبعي، من الأجارات، من فواتير الكهرباء، من أولادي الستة. كيف يعني؟ يعني أنا هربت من كل الحياة، عملت حالي بتت بالزلزال اللي صار من سنين. حتى عملوا لي جنازة وعزا غير شكل، بس الحمد لله اليوم مرتاح. يا استراحت على المقبرة وراحت فحت كل مصايبي وهمومي، يعني بديت حياتي من أول وجديد. أخوك جريد ما طلع عنده هم. ما قتلوك قمت مهوتت حالك. يا عليك. ايه والله فكرة، يخرب بيتك والله فكرة. تعال قلك تعال، هذا احسن حل. يخرب بيتك على هالريحة، طالع من زبالة تاسة قتلتني. المهم فيكو، خلصنا من حركات الولدنة هي، ولا بقى تضرب ولا تصفك. شوف حبيبي، بس تحس انه بدك تضرب حدا، خلي هالشي جواتك وتعال هون ضرب واحد من اخواتك، يعني هيك كم بوكس مشان تفش خلقك. ايه وقت تضطر لهالشي. شوف على هالنصيحة ما اغباها. مو مشكلة. ولا بقى تستنى اي شيء من بابا، شو بدك فيه؟ فكرة، بابا ما عم يهتم فينا، نحن شو بدنا فيه؟ وينكن يا اولاد؟ بابا لقيتها، قوم اقتلوني. الشغلة مو صعبة، رح موت عادي، وإذا ما عملت هيك رح يقتلوني عن جد. يعني أنت شو بدك هلا؟ وليش أنفك مجروح؟ لا لا مو مجروح، بس واحد نطحني براسه. مديون بميتين ألف ليرة لهدول الرجال. لا حاجة مزح، 200,000 ليرة. طيب ما فهمنا، شو رح تعمل؟ كيف بدك تموت؟ موت شو؟ الموضوع مجرد تمثيل مو أكتر، مبين علي رح موت شي، طلعي بعيوني. وشو ذنب اخواتي لتورطهم معك؟ وبصراحة مالي عين وقف معك، طلع بعيني. ها لميس، لك انت عن جد بدك هدول المجرمين يقتلوا ابوكي؟ يعني ما شفتيهم بعيونك؟ كل واحد منهم بيطلع طول الحيط، ما لنا مصلحة نعلق مع هيك ناس. ليش انت وين شفتيهم قبل؟ شباك اجوا على البيت وسألوا عني. بيجوا على البيت لك اختي ومالي خبر بالموضوع. يعني واذا قلت لك شو بتعمل؟ يعني ليكون معي خبر. اذا بيرجع حدا منه والله لارسل له راسه. اسكت انت بابا. والله بصراحة أنا بلشت خاف. والله أنا من زمان بلشت خاف. خلص لميس، خلينا نعمل مثل ما بده. الشغلة مانا بهالبساطة. نحن ما بتفرق معنا، بس الأولاد شو بيصير فيهم إذا هالرجال يجوا فجأة وتهجموا عليهم وأزوهم؟ شو بدك نعمل؟ مو شي كتير، تشتري حلو تبع جنازة وبس يجوا على البيت يفهموا لحالهم. بدك تضحك على هدول الناس بشوية حلو يعني؟ ها؟ طبعا هيك مو زابطة، لازم تكون التمثيلية مدروسة. شوف لوين وصلنا بسببك، نحن ناقصنا مصايب. ها ها نسينا مرتضى.
هلا كتب كتابه. قالوا ايه مرتضى؟ قالوا لميس عمي فكري موجود عندك؟ ايه موجود. شوف شو بده. الو الو لك يا زلمه وينك انت لهلا؟ شوفي بس ما يكونوا اجوا لعندك، قل لهم مو هون، قل لهم ما حدا سال عنك هون، عم دق لك مشان قصه الشيخ شو صار معه؟ تبعت لنا واحد؟ ليك انا نسيت الموضوع بصراحه. كيف يعني؟ طيب ماشي. الموضوع عندي لا تشغل بالك، بس ليك انت ما نسيت وعدك ما؟ اسبوع كامل بيرة وببلاش مثل ما اتفقنا. لك ما تخاف ما نسيت وعدي، المهم روح جيب لنا حدا وتعال بسرعه ببوس ايدك. طيب طيب ولا يهمك. لسه من شوي قال قتلوني وكان عم يرجف من الخوف، هلا البيرة شغلت باله. طيب انا ماشي. بالسهرة منتفاهم على الموضوع ومنحكي بقصة الجنازة تبعي. مجنون رسمي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.